المتدخلين على إسهامهم في هذه في إثراء هذه المناقشة الخاصة بموضوع الخبرة القضائية في المجال البنكي. أشكر كل السادة الحضور، السادة ممثلي المؤسسات البنكية، السادة الخبراء، السادة رجال الضبطية القضائية ترك وأمن وطني، السادة المحامين، وكذلك السادة رجال الإعلام، وكل من أشرف على تنظيم وإنجاح هذا اللقاء. أشكركم جميعاً وأرفع الجلسة مرفوعة وإلى فرصة أخرى إن شاء الله.